فما كامل بيد الله سبحانه وتعالى. هذو كانوا محاولات جهويه. نشكر على هذا، واكبر شكر بغيت نديرو للقطاع التقني. اولا كنشكر المواكبه ديالكم رمضانيه واحد جوج، واليوم كنطلبوا منكم انكم تواكبوا ثلاثه، لان لولا رجال الصحافه والاعلام ومواكبه ديالو ما غيكونش هذا البرنامج. هذا هو عنده واحد الصدى به باش كنوصلوا يعني للراي العام، يعني هذا البرنامج والزخم ديالو والجوده ديالو والعمل ديالو والاهداف ديالو. فهذا البرنامج هذا كنحاولوا في رمضانيات يعني ثلاثه، حاولنا اننا نخرجوا نفوس جماعه طنجه في نسخته الثالثه بشراكه بين مؤسسه طنجه الكبرى والمديريه الجهويه لقطاع الشباب. اللي صراحه هذا البرنامج تولد نهار الاولاني معهم ثلاثه، وحاولنا نخرجوا من ارض الوجود. كنحاولوا من خلاله اننا نستهدفوا واحد مجموعه ديال يعني الفئات في مدينه طنجه، وكل واحد يحاول انه يستفد من الذوق ديالو. كاين اللي كيعجبو الفن، كاين اللي كيعجبو الرياضه، كاين اللي كيعجبو الثقافه، كاين اللي كيعجبو الندوات، كاين اللي كل واحد شنو كيعجبو. كنخليو اننا الباب مفتوح، وكنحاولوا اننا نغنيوه بمجموعه ديال الافكار وديال ديال 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 البرامج، باش اللي عنده شي كيبغي شي حاجه يمشي لها. كذلك ما نطيحش عليكم على اننا هذه السنه زدنا حتى رياضه بارتشي كيعرفوه غير طنجه وكيلعبوا طنجه، وزدناه في الفضاء ديال حنفطه، وغنعملوه في الرياض ديال القنصليه الانجليزيه سابقا، باش اننا نفتحوا على هذيك الساحات العموميه كذلك، باش نعملوا فيها كذلك. حاولنا اننا اذا كان الجو ان شاء الله مزيان، فالطريقه البوتشيشيه وطريقة قناوة أو نسك الروحانية غنعملوها في المدينة العتيقة في الهواء الطلق. غنحاولوا أننا نعملوا التنوعات السنة هذه، باش ما نكونوش دائما في وسط هذيك بوكباخ. كنحاولوا كنا باغيين نعملوا الندوة الفكرية ديال عبد الله قنون في منزل عبد الله قنون، تفاجأنا على أن المؤسسة اللي تما كتصلح المكتبة والكتب داتهم خبعتهم في الدار ديال عبد الله قنون، تعذر علينا باش نستعملوها، دونك غنرجعوا نحسنونا. وهذه كنتأسفوا لها، لأن حنا بغينا هذه الندوة هذه، اخترنا هذه الشخصية هذه وبغينا نعملوها في وسط الدار ديالو. واحد مجموعة الناس ما كيعرفوش الدار ديال عبد الله قنون، وهذه معلمات تاريخيه في مدينه طنجه، ولكن ما عندنا ما نعملوا هذه بعض الاكراهات. دونك ولكن احنا كنحاولوا دائما نكونوا متفائلين، نقدموا جوده العمل، نفتحوا على تصرف مقاطعات، كنحاولوا نعطيوا واحد مجموعه ديال البرامج اللي يمكن لانها تستهدف واحد مجموعه الفئات. كنحاولوا نتوجوا المتوجين، كنحاولوا نعملوا واحد مجموعه مختلف الاذواق الفنيه، باش اللي عنده شي ذوق مرحبا به. كنحاولوا تكون الدعوه عامه، الباب مفتوحه، يعني كنحاولوا اننا نوصلوا هذا. وكنحاولوا كذلك عندنا مجموعه شركاء بجمعيه المجتمع المدني، ومفتحين لجميع الجمعيات اللي عندها شي مشروع اللي يمكن له يفيد مدينه طنجه، مرحبا به في جماعه طنجه. فجماعه طنجه مفتوحه كذلك من العمده حتى اللجان ديالها. حنا كنحاولوا نفتحوا، حنا الهدف ديالنا الاساسي هو ان مدينه طنجه صراحه عرفت واحد الصحوه تنمويه كبيره بفضل الرعايه الساميه صاحب الجلاله، عرفت انطلاق مشاريع طنجه الكبرى، عرفت اعاده تاهيل وتهيئه المدينه العتيقه، عرفت واحد مجموعه الامور اللي في صالح يعني دور الشباب. قبل كان دار الشباب واحد حسنونه، اليوم الحمد لله دور الشباب مختلف الاحياء. اذا كاملين بينا كمجتمع مدني، والقوه ديال الساكنه هو المجتمع المدني. الدول المتقدمه باش كتزدهر بالمجتمع المدني ديالو. فالمجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني خاصها تشتغل وتبين على الكفاءه ديالو. طنجه الحمد لله فيها مثقفين، فيها صحافه في مستوى، فيها كتاب، فيها ما حتىش نقول لك يعني ما دورتي، كاين هناك ناس في مستوى. لهذا خاصها تجتمع هذه الافكار واجتمع هاد القامات من اجل وضع سياسه تنمويه، سياسه ثقافيه، سياسه رياضيه، باش تميز مدينه طنجه. لان مدينه طنجه متميزه بالقرب ديالها الجغرافي الضفه الاخرى، كذلك الصحوه الاوروبيه، كذلك خصنا نتماشوا مع 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 مع, مع المشاريع الكبرى صاحب الجلاله، اللي الحمد لله اليوم رجعنا رائدين في افريقيا. فتحنا له مجموعه الدول بفضل السياسه صاحب الجلاله الخارجيه. فصراحه المغرب ماشي في واحد يعني في واحد 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 القفزه نوعيه كبيره. اذا بغينا نقولوا راه ماشيين فوقنا القطار السرعه، اذا حنا خصنا نواكبوا هاد الصحوه، يعني ماشي بالنعس، بالعمل الجاد وبالنقد البناء، باش يمكننا نعملوا يد في يد ونجحوا كاملين ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب باش توصلوا بكل جديد ميد نيوز.